واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. التنصيب السابق لرؤساء رجال السلطة الذين التحقوا بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم، وذلك على إثر الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفها سلك رجال السلطة، والتي أتت في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات. ويتعين الأمر بالسر سعيد جرار. سعيد جرار الذي تم تعيينه في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية، وهو من مواليد سنة 1973 في الدار البيضاء، حاصل على الإجازة في القانون العام وعلى الدكتوراه في العلوم السياسية، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 38، عين في منصب قائد بالملحقة الإدارية التامنة بعمالة مكناس سنة 2004، كما عمل قائدا للملحقة الإدارية التاسعة بنفس العمالة سنة 2010، ثم قائدا للملحقة الإدارية الواحدة بعمالة سلب سنة 2011، ثم قائدا للملحقة الإدارية الخامسة بإقليم تازة سنة 2014، فقائدا للملحقة الإدارية المهدية بإقليم القنيطرة سنة 2015، ثم نائبا لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة دار البيضاء أنفا سنة 2015، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شيشاوة ابتداء من سنة 2019. السيد توفيق المعايد. السيد توفيق المعايد تم تعيينه في منصب رئيس دائرة الفحص، هو من مواليد سنة 1976 بخريولة، حاصل على دبلوم دراسات المعمقة في الاقتصاد، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 45، عين في منصب قائد الملحقة الإدارية الأولى بإقليم إنزلقان أيت ملول سنة 2014، كما عمل قائدا لقيادة الدمسيرة بإقليم شيشاوة سنة 2019، ثم قائدا للملحقة الإدارية السابعة بإقليم العريش سنة 2022، وقائدا للملحقة الإدارية السادسة بنفس الإقليم منذ سنة 2022. السيد طارق مشرق. السيد طارق مشرق تم تعيينه في منصب قائد البحراويين، هو من مواليد سنة 1981 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة في الدراسات الفرنسية وماستر في الإدارة الترابية، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 49، عين في منصب قائد ملحق بديوان سيد والي جهة داخل أقواد الذهب، كما عمل قائدا مكلفا بمراقبة البناء العشوائي بالكتابة العامة لجهة داخل أقواد الذهب، ثم قائدا للملحقة الإدارية السادسة بباشوية الداخلة، فقائدا لقيادة الفايض بإقليم تارودانت منذ سنة 2019. السيد سعيد بن منصور. السيد سعيد بن منصور تم تعيينه في منصب قائد القصر الصغير، هو من مواليد سنة 1986 بالقنيطرة، حاصل على الإجازة في الدراسات الإسبانية وماستر في الثقافة الإسبانية والتواصل، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 50، عين قائدا بالملحقة الإدارية الوحدة بعمالة سنة 2015، ثم قائدا لقيادة القعدة بإقليم توريرت منذ سنة 2019. السيد توفيق أمعناوي. تم تعيينه في منصب نائب رئيس دائرة ميناء طنجة المتوسط، هو من مواليد سنة 1986 بأيت ملول، حاصل على دبلوم مهندس في علم الاقتصاد، خريج مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية فوج 52،
أوين في منصب قائد بإقليم شتوكا يتبع سنة 2017، ثم عمل قائدا ملحقا بباشوية جرادة سنة 2019، ثم قائدا ملحقا بالكتابة العامة لإقليم جرادة منذ سنة 2022. السيد توفيق العبادي. السيد توفيق العبادي تم تعيينه في منصب قائد من لوسا. هو من مواليد سنة 1992 من فاس، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية ودبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وماستر في الإدارة الترابية، خريج مدرسة استكمال تكوين قطر وزارة الداخلية 1953، عين في منصب قائد الملحقة الإدارية الحي الإداري بسيدي إفني سنة 2019، كما عمل قائدا للملحقة الإدارية وسط المدينة بباشوية سيدي إفني منذ سنة 2020. وإذ سيغادرون إقليم الفحصنجرة بعد قضاء لسنوات بهذا الإقليم، سيظلون حاضرين معنا لما أسلوه من جليل الخدمات ونكران الذات طيلة هذه المدة، ولما تميزوا به من عطاء ومردودية حسنة وخصال كريمة. ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديدة بالعملات والأقاليم التي سيلتحقونها.